مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله واول فقراتنا الحواريه النهارده مع لاعب سابق وواحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، واقل ما يمكن ان يوصف به هذا النجم انه كان لعيب كبير جدا وكان هداف من طراز خاص وكان بيحرز اهداف كمان بطرق استثنائيه فيها قدر كبير جدا من الموهبه مش بالطرق العاديه او التقليديه لاي مهاجم في احراز الاهداف، وكان طبعا اداؤه ممتع جدا للجمهور غير تاثيره في الملعب كهداف من طراز خاص جدا. معانا ومعاكم في الاهلي الليله نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا والمدير الفني لفريق الترسانه الكابتن احمد كشري. مساء الخير يا كابتن احمد، وجودك معانا النهارده حبيبي. ربنا يخليك يا استاذ محمد، انا اللي سعيد ان انا معاكم في بيتي وفي قناه النادي الاهلي. طبعا بنسعد بيك دايما على شاشه قناه الاهلي يا كابتن كشري، وهنبدا معاكم مع مشاهدينا بمتابعه هذا التقرير. ادي اول هجمه وجول جول جول. أحمد كشري نجم هداف الأهلي السابق، واحد من أهم وأفضل المهاجمين الذين عشقتهم الجماهير الحمراء. ولد أحمد عبد المنعم الشهير بأحمد كشري في 8 يناير عام 1973 بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. لعب مع الأهلي لأربع سنوات بداية من موسم 95، كان من أبرز مهاجمي القلعة الحمراء في هذا الوقت. خلال مسيرته كلاعب في الأهلي حقق 10 بطولات منها 4 ألقاب للدوري الممتاز وبطولتان لكأس مصر و3 بطولات عربية وكأس السوبر العربي. انضم كشري للمنتخب الوطني الأول وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية عام 96. كشري يعشق التحديات، يخوض رحلته دائما بإصرار وعناد، فمن إصابة قاتلة وهو في ناشئ المقاولون إلى قرار الاستغناء عنه إلى رحلة التألق في الشرقية للدخان، والذي فاز معه بلقب هداف الدوري ب30 هدف حتى قمة النضج وهو في صفوف الأهلي بداية من موسم 95. خاض أحمد عبد المنعم كشري عقب رحيله عن الأهلي في موسم 99 تجربة الاحتراف، ومنها إلى الاتحاد السكندري حتى لجأ إلى القرار الصعب واعتزل الكرة. كشري اتجه للتدريب فتولى منتخب جيبوتي وعددا من الأندية من بينها النصر للتعدين حتى وصل للترسانة حاليا. كشري في ضيافة قناة الأهلي. أدي أول هجمة وجول جول جول. كشري اهلا بيك مرة تانية، وضروري طبعا نبدأ بالاستماع الى رؤيتك او انطباعاتك عن الانجاز اللي تم النهاردة بتوقيع عقد رعاية ضخم جدا بين الطرفين النادي الاهلي وشركة بريزنتيشن لمدة 4 سنوات بقيمة تجاوزت 500 مليون جنيه. لا طبعا ببارك لشركة بريزنتيشن، لان النادي الاهلي زي ما هم قالوا اضافة لاي مكان، و واكيد النادي الاهلي مكسب لاي طرف بيتعامل طبعا معها. طبعا طبعا، فمبروك لبرزنتيشن، ومبروك برضو النادي الاهلي ان شاء الله ان الناس يعني يبقى عقد الرعايه. اعتقد انه عقد رعايه كبير يحترم، لان النادي الاهلي مختلف عن اي حد، لازم يبقى اعلى عقد للنادي الاهلي. شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي هي اللي بتتكلم عنه فعلا. يعني ممكن شفنا النهارده استاذ محمد كامل والمشاعر اللي هو فيها حاجه جميله، مش يعني ان الناس صوره مش عاديه، مش طبعا 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 لا لا لا، يعني شوف الراجل تقديره للنادي الاهلي وتاثره كمان وتاثره طبعا، يعني حاجه تحترم، وده يبين ان النادي الاهلي مش مجرد
نادي رياضي، لا النادي الاهلي كيان كبير قوي، الكل عارف قيمته جدا. فطبعا انا هعرف منك طبعا رايك في تفاصيل كتير قوي عن الاحتفاليه النهارده وعن الحدث المهم والمؤتمر الصحفي التاريخي للنادي الاهلي مع شركه بريزنتيشن وتوقيع هذا العقد، لكن هنعرف تفاصيل اكتر عن مرحله التفاوض وما قبل انجاز هذا العقد، عقد الرعايه بين النادي الاهلي او رعايه بريزنتيشن للنادي الاهلي 4 سنوات. معانا على الهاتف الدكتور سعد الشلبي، مستشار مجلس اداره النادي الاهلي لشؤون التسويق. دكتور سعد مساء الخير واهلا بحضرتك. دكتور سعد مساء الخير. محمد والف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لجمهور النادي الاهلي والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي. مبروك لينا جميعا يا دكتور سعد. اولا طبعا كل التحيه والتقدير لحضرتك ولكل من اسهموا في التوصل لهذه النتائج الرائعه اللي بتحقق طبعا الصالح العام للطرفين في المقام الاول للنادي الاهلي، وايضا بالتاكيد المعادله ناجحه ايضا بكل الحسابات كما اعلنت قيادات شركه بريزنتيشن. عايزين نعرف يا دكتور سعد راي حضرتك في كم الجهد المبذول وفي وقت قياسي، لانه النهارده قال الاستاذ محمد كامل وصف مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وخاص بالذكر كمان رئيس مجلس الإدارة الكابتن الخطيب قال أنه مفاوض بارع جدا وأنه كان ثعلب في هذه المفاوضات ووصل لأفضل نتيجة ولأعلى قيمة ممكنة تحقق أعلى عائد وأعلى ربح للنادي. عايزين حضرتك تكلمنا عن مرحلة التفاوض اللي بدأت سريعا جدا دون أن يضيع مجلس إدارة أي وقت في الحديث عن أي تقصير حدث من أي أطراف سابقة. يعني هو زي ما حضرتك سمعت النهارده في لقاء المؤتمر الصحفي، يمكن الاستاذ محمد كامل كان بتنتهي مشاعر الفخر الكبير بان هو النهارده حصل على رعايه النادي الاهلي، على الرغم من ان البرزنتيشن ليها عقد سابق معانا في حقوق البث، لكن هي ايضا لفترات سابقه كانت بتفوز معانا في حقوق البث التلفزيوني، فبالنسبه لها الموضوع كان يبدو ان هو في الرعايه بالذات تحديدا كانت هي حلم بعيد على بريزنتيشن، لكن هي استطاعت بالفعل ان هي تدخل معانا في مفاوضات جاده. كان في الحقيقه الكابتن محمود الخطيب شخصيا هو اللي بيقود كل التجهيزات، لان احنا عملنا 4 دراسات ل4 سيناريوهات كانت محتمله في التخطيط للرعايه الحالي، وازاي احنا نقدر نحافظ على القيمه التجاريه بتاعت النادي الاهلي. يمكن حضرتك يا استاذ محمد والكابتن احمد موجود مع حضرتك وكل المشاهدين بتوع حضرتك وجمهور النادي الاهلي، بمجرد ما الاعلان عن الفسخ للعقد السابق كان انتاج الجمهور حاله كبيره من القلق، واحنا دخلنا النهارده في بنقترب على منتصف الموسم اللي قال حضرتك، يعني ده واحد من اهم النجاحات الكبيره اللي قدر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ان احنا نحقق قيمه ماليه اعلى. احنا كنا بايعين العقد السابق ل4 مواسم تبدا من بدايه الموسم الحالي 18-19، تبدا 4 مواسم، احنا القيمه اللي اخذناها النهارده وفاز بيها النادي الاهلي هي ايضا من بدايه الموسم الحالي، على الرغم ان الشركه بقياده الاستاذ محمد كامل اللي انا بهنيه وبشكره على مشاعره الفياضه تجاه النادي الاهلي، واحنا كمان فخورين ببرزنتيشن زي ما برزنتيشن فخوره بينا وسعداء بيها زي ما هي سعيده بالنادي الاهلي. كان محمد كامل حريص ان هو يخصم القيمه الماليه بتاعه المباريات التي تم لعبها بالفعل مع شركات راعيه اخرى او بتيشيرت يحمل علامات تجاريه لبعض الشركات الاخرى، لكن احنا الحمد لله بفضل ربنا نجح الكابتن محمود ان هو يقنع محمد كامل بان احنا هناخد القيمه بتاعه العقد بدايه من الموسم ونتغاضى تماما لصالح النادي الاهلي تقديرا لقيمه النادي الاهلي ومكانته وعلامته التجاريه، وتقديرا ايضا لجماهير النادي الاهلي العريقه ولجمعيته العموميه ان احنا ناخد القيمه الماليه وان يتم التعاقد بدايه من الموسم الحالي دون اي خصومات ماليه تقع على النادي الاهلي نتيجه بدايه الموسم. دي واحده من مميزات اللي احنا اخذناها في الحقيقه، ودي كانت مرحله صعبه جدا في التفاوض. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا كمان هي نفس الحقوق اللي احنا كنا بعينها في العقد السابق، لم نضيف اي شيء جديد داخل هذا العقد، يعني احنا بعنا الحقوق كما احنا كنا مخططين ليها قبل العقد السابق، يعني احنا كان عندنا برضه قبل العقد السابق مجهود كبير جدا. يمكن الكابتن الخطيب بمجرد ما مجلس الاداره الحالي ربنا وفقه في الانتخابات الحاليه ونجح وقاد النادي الاهلي كان عنده هدفين استراتيجيين، يمكن احنا يعني ما حبيناش نتكلم فيهم في المراحل السابقه، ان عملنا هيكله اداره التسويق من جديد، لان احنا كنا برضه عندنا شويه تخوفات، يعني عملنا الدراسات بتاعتنا جوه النادي الاهلي
شفنا احتمالات السوق ممكن تروح لينا لحد فين. فكان اول هدف استراتيجي حدده الكابتن محمود الخطيب هو اعاده هيكله اداره التسويق. وانا هنا ارجو ان حضرتك تسمح لي ان انا اشكر الزملاء الافاضل الاستاذ مير توفيق مدير التنفيذي لاداره التسويق الرياضي والتجاري للنادي الاهلي، ومعاه الخبير الفاضل الاستاذ اشرف، وهم اثنين من الكفاءات اللي موجودين في عالم التسويق الرياضي، لكن يعملوا في صمت تام زي ما تعودنا دايما في النادي الاهلي اننا لا نصح عن شيء الا بعد حدوثه بشكل رسمي، وان هو يمر بكل القنوات الرسميه ويعتمد مجلس الاداره الموقر ويتم الاعلان عنه. ويمكن حضرتك كنت شايف الكابتن الخطيب النهارده حريص على كل اعضاء مجلس الاداره اللي هم اخذوا القرار يكونوا متواجدين في وقائع المؤتمر الصحفي للاعلان عن العقد، وده بيعزز قيم وتقاليد النادي الاهلي في اتخاذ القرارات. فانا بشكرهم كتير الاداره اداره التسويق، برضه بشكر الناس اللي تعاونت معانا من الشؤون القانونيه الاستاذ محمد فتحي، وفي الحقيقه كان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي موفر لنا كل التسهيلات، لان كان في درجه عاليه جدا من السريه والكتمان. يمكن حضرتك تتفاجئ النهارده كل مصر على هذا الخبر الجميل اللي اسعد جماهير الكره المصريه بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص. كان في سريه تامه، يعني انا كنت في مداخله يوم الخميس مع الكابتن عدلي والاستاذ ابراهيم المنيفي، وكانوا بيسالوني لم يحصلوا على اي معلومه، قلنا فقط ان الدراسات قائمه وان كل الاحتمالات قائمه مع الكابتن الخطيب، وسوف يعلن في الوقت المناسب بعد اتخاذ القرار للمجلس الاداري. طيب عندنا كمان خبر مهم في العقد ده يمكن يفرح جمهور الاهلي كتير جدا، لان الحاجه دي بتمثل للنادي الاهلي قيمه تاريخيه، وهو نادي القرن. نادي القرن احنا بعنا الحقوق بتاعت نادي القرن ضمن وقائع هذا العقد. 2020 سوف يكون مرور 20 عاما على حصول النادي الاهلي على لقب نادي القرن. بعنا الحقوق بتاعت الرعايه الخاصه بهذا الحفل، يعني قبلها النهارده احنا في 2018 في نهايته، احنا عندنا الحفل في نهايه 2020، يعني ثلاث سنين بعنا هذا الحفل لشركه بلايستيشن، كنا بايعينه قبل كده في العقد السابق بس ما صحناش عن المفاجآت دي، لكن ده موجود ضمن وقائع العقد. بنود هذا التعاقد. نعم. كمان المعسكرات اللي تمت في الفتره اللي فاتت دي كلها ايضا هتتم على مدار هذا العقد ايضا، ولا وتحملتها شركه برزنتيشن مشكوره ولم تخصمها من قيمه العقد الحالي اللي وصلت قيمته 510 مليون جنيه. 510 مليون جنيه. الى بعض الحقوق 510 مليون جنيه نقدا. دولت هياخدوا من النادي الاهلي. احنا كمان برضو خدنا نفس القواعد الماليه اللي طبقناها في العقد السابق احنا حصلنا عليها في هذا العقد الحالي، وده يعد بكل المقاييس وبكل الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها المنطقه بتاعتنا، الا ان معدلات النمو في المجتمع المصري كانت اعلى، احنا حصلنا عليها كنادي اهلي كنا داخلينها كويس. خدنا ايضا 20% من اجمالي قيمه العقد المقدما، ده برضه يعد النهارده قيمه ماليه نقديه بتضاف لخزينه الاهلي، وكان الكابتن محمود حريص على ان يضمن تدفقات ماليه كبيره جدا في الفترات الاولى عشان المشروعات التطويريه اللي بتشمل كل ارجاء النادي الاهلي زي ما حضرتك بتتابع الاسوار، ولسه عندنا مشروعات تجاريه سوف يتم طرحها في القريب العاجل ايضا تحت الاخبار بره لكل جمهور النادي الاهلي. دكتور سعد كمان مهم نسال حضرتك نعم، لو حضرتك بتطمن الساده المشاهدين، التفاصيل دي كلها مهمه جدا اللي حضرتك اعلنت عنها، وبعض البنود والامتيازات الرائعه اللي قدر يحققها النادي الاهلي وكل فريق العمل اللي اشترك على صناعه ووضع كل الاطر الخاصه بهذا التعاقد. لو حضرتك بتكلم الناس غير المتخصصين في الامور الاستثماريه والتسويقيه بلغه مبسطه جدا بتقول لهم فائده او اهميه إنجاز هذا العقد بهذه الشروط اللي تم بيها في هذا التوقيت، لو حابب تطمن الناس توجه رسالة مختصرة جدا بهذا المحتوى لجماهير ولأعضاء النادي الأهلي تقول لهم إيه؟ أقول لهم ألف مبروك على النادي الأهلي، أكبر قيمة مالية داخل السوق الرياضي المصري على الإطلاق لمدة 4 سنوات قادمة. بطمنهم بقول لهم النادي الأهلي أصبح عنده استقرار مالي لمدة 4 سنوات قادمة. النادي الاهلي يستطيع تحقيق اي طموحات فرضها مجلس الاداره على نفسه، سواء كانت خاصه بتطوير البنيه التحتيه لفريق للنادي الاهلي في الاقرع الثلاثه، تطوير فريق كره القدم اللي موجود، والطموحات بتاعت الجماهير الكبيره العريضه بالفوز بالبطولات. اعتقد بقى عندنا المال الذي يمكن النادي الاهلي من الحصول من كل قراراته الاستراتيجيه يقدر يعملها.
عندنا كمان لسه بعض المشروعات اللي موجودة في القريب العاجل للرعاية هتولد أيضا تدفقات مالية. في خبرين مهمين جدا في هذا العقد يسر جمهور النادي الأهلي، إن إحنا كمان حصلنا على الهايلايتس الخاصة بالمباريات التي لا يمتلك حقوقها النادي الأهلي، سوف تكون على قناة النادي الأهلي وسوف تقدم قناة النادي الأهلي محتوى أيضا متطور وتحقق طفرة أكبر من الطفرة اللي موجودة دلوقتي في وجود الدكتور خالد وحضرتك وكل الزملاء اللي موجودين في القناة، واكتشفت القناة نهضة كبيرة. احنا كمان خدنا الهايلايت بتاعت مباريات كأس مصر اللي هيبقى النادي الأهلي طرف فيها، ودي كلها بقيمة مالية، فأعتقد إن ده محتوى جديد لجمهور النادي الأهلي ومتابعي قناة النادي الأهلي، فأعتقد إن ده حاجة تستحق الفخر، حاجة تستحق الفرحة الكبيرة اللي انتابت كل أرجاء النادي الأهلي وكمان جمهوره العظيم اللي إحنا فخورين بيه. وشكرا لمجلس الإدارة، شكرا كابتن محمود الخطيب على كل الجهود بصراحة في ظروف صحية، كان يوم الخميس ظروف صحية عنيفة جدا لكنه حريص على قيادة المفاوضات بنفسه، فبهنيه بهني مجلس الإدارة وبهني كل جمهور النادي الأهلي، بهني زمايلي في إدارة الدوري. مبروك مرة تانية، وبنشكر حضرتك وكل من قام بجهد وشارك في الوصول إلى لحظة التوقيع وإنجاز هذا التعاقد وهذه القيمة الكبيرة جدا والامتيازات كمان اللي حضرتك أشرت إليها لهذا العقد المتميز لرعاية النادي الأهلي وهذه الشراكة مع شركة برزنتيشن لمدة 4 سنوات. بشكر حضرتك على المشاركة معنا، شكرا جزيلا لك دكتور سعد شلبي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي لشؤون التسويق. بعتذر لو أطلت عليك يا كابتن، نظرا لأهمية الحرمان كواحد من أبناء النادي الأهلي ومن محبي النادي الأهلي، أنك تقول لنا رأيك انطباعاتك عن اللي قاله دكتور سعد. لا والله طبعا كلام جميل قاله الدكتور سعد، يعني أنا مبسوط طبعا وسعيد لي من النادي الأهلي بيفوز بحق رعاية ما حصلتش في مصر وما أعتقدش أنها تحصل لمدة 5 سنين قدام، زائد الامتيازات اللي النادي الاهلي خدها امتيازات كتيره وكويسه ده في ظروف كمان صعبه يا كابتن احمد، احنا طبعا لسه بلدنا عشان الظروف اللي مرينا بيها لسه عوده الجماهير وعوده الاستثمار وتذاكر المباريات والتدفقات الجماهيريه لسه بترجع يعني على استحياء واحده بشكل تدريجي، ده انجاز كمان اكبر للنادي الاهلي. طبعا طبعا يعني بيضخ مبالغ كبيره جدا في النادي الاهلي، تساعدك في شراء اللعيبه، يساعدك في حاجات كتيره في معسكراتك، في زي ما انت شايف من ضمن الحاجات اذاعه مراكز مصر من خلال قناه الاهلي جدا طبعًا. طبعا انا انبسطت كمان لان قناه النادي الاهلي يعني اتولدت كبيره وان شاء الله تكبر اكتر كمان ان شاء الله. الحاجات دي مهمه، الناس نفسها تشوف مباراه النادي الاهلي من قناه النادي الاهلي، فطبعا يعني شركه برزنتيشن مشكوره ان هي يعني دخلت كاس مصر نتفرج من خلال قناتنا النادي الاهلي. لا يعني انا شايف ان العقد كله مميزات، فيه مميزات كتيره جدا طبعا وفي توقيت قياسي، يعني النادي الاهلي بيضرب كل يعني كل اللي حواليه يعني بيقدر يخلص اي عقد او اي حاجه في بدون في كلام قياسي وبجوده وكفاءه وبدون كلام ومن غير ما حد يعرف، يعني هي كانت مفاجاه النهارده طبعا ان النادي الاهلي يحقق او يخلص عقد الرعايه ده. لا ده النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب، احنا تعودنا ان احنا دايما بنشتغل او النادي الاهلي بيشتغل، مش بتاع كلام ومهاترات ويخش في مشاكل. فاللي بيحققه النادي الاهلي النهارده يعتبر جاب بطوله كبيره، ده كمان في نفس الوقت على قد ما هو انجاز بيسعد كل محب للنادي الاهلي، كل خطوه وكل انجاز بيتم هو رد على كل المشككين، كل الكارهين، كل الناس اللي بتحاول تنتقص من قدر وجهد كل القائمين على الامور في النادي، الرد عليهم بدل ما ندخل في مهاترات زي ما حضرتك قلت بيكون خطوه جديده وانجاز جديد بيها. طبعا طبعا يعني احنا النهارده النادي الاهلي بيحقق حق رعايه ما حدش خده قبل كده خالص في مصر، شوف فرحه استاذ محمد كامل وبرزنتيشن، لا الاهلي مش حاجه 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 كبيره يعني كيان، احنا يعني انا اعتقد ان جمهور الاهلي يفوق ال 70 مليون جنيه 70 مليون مشجع يعني او مشجع يعني انت بتتكلم في دوله كبيره، فطبعا النادي الاهلي كيان وعندهم حق برزنتيشن ويسعدنا كمان فريق العمل زي ما حضرتك قلت في قناه الاهلي واداره القناه اكيد بتسعد بكل خطوه فيها اضافه وتنوع للمحتوى اللي هيكون موجود وبيقدم على شاشه القناه. اكيد اكيد طبعا طبعا لا طبعا في حاجات كويسه وجميله وانا سامع معسكرات وطبعا هيبقى قطاع الناشئين في النادي، يعني الحاجات دي كلها لا مهمه على النادي الاهلي. لا بقول مبروك لبرزنتيشن طبعا انها قدرت تحقق عقد الرعايه ده،
ومبروك النادي الاهلي القيمه الكبيره، لان النادي الاهلي يستحق ويستحق كمان اكتر في وجود طبعا الكابتن محمود الخطيب، اللي وجوده في على راس مجلس اداره النادي الاهلي حاجه يعني انت بتتكلم في واحد امتع ملايين الجماهير في مصر. لا يعني كابتن خطيب بيدي دروس من غير ما يتكلم ويخش في مهاترات مع حد. الحمد لله النادي الاهلي كبير ان شاء الله تبقى في خطوات ونجاحات اكبر كمان، يعني اللي مطمئن كمان اكتر وبيسعدنا اكتر الدكتور سعد اشار، لان في اتفاقات قادمه كمان وفي يعني رؤى جديده لامور هتزيد من الامتيازات التسويقيه والخاصه بالرعايه والاستثمار في النادي في الفتره الجايه ان شاء الله. قال في اكتر من حدث مهم واكتر من اتفاق جاري الاعداد والعمل عليه في الفتره دي ان شاء الله. كابتن احمد كان مهم طبعا نبدا معاك بالكلام ده، لانه بالتاكيد يهم كل اهلاوي وكل واحد من جماهيرنا وكل واحد من عشاق ومحبي النادي الاهلي وبالتاكيد اعضاء الجمعيه العموميه في المقام الاول. خلينا نتكلم عن تجربتك في الفتره اللي فاتت كمدير فني ترسانه. تعبتونا جدا في المباراه، كنتوا يعني ند قوي في المباراه في كاس مصر. شايف مشوار الفريق معاك ازاي وتحت قيادتك؟ ايه اكتر مميزات شايفها كمدير فني وعناصر قوه عندك في الفريق، وايه ابرز العقبات اللي بتواجهك؟ والله طبعا الاول اقول الحمد لله، يعني احنا يمكن فريق الترسانه نادي كبير ونادي عريق وليه جماهيره من زمان، وطبعا لما يجي يبقى حدث يلعب مع النادي الاهلي النادي الاكبر في مصر رقم واحد في افريقيا والوطن العربي، انا مش هخفي عليك كان شعور جميل في النادي، كان كل النادي مبسوطين جدا رغم ان انت بتلعب النادي الاهلي وعارف ان انت ممكن ما تكملش او تخسر من النادي الاهلي، لكن كان شعور رائع جدا. انا يعني كنت شايف النادي كله مبسوط لانه بيقابل النادي الاهلي. طبعا المباراه بتبقى جماهيريه خلاص، الاعلام بيتابعها طبعا، في اهتمام بيها جماهيري يعني لها حسابات حتى عند لاعبي الترسانه اكيد. واحنا طبعا الفريق الترسانه بقاله كام سنه يعني بعيد عن الاضواء وفي القسم الثاني، لما تيجي تلعب مع النادي الاهلي ومباراه كبيره في كاس مصر وقدام الجماهير والاعلام، لا في حاله نشوه من الجميع. فالحمد لله طبعا يعني قدمنا مباراه كويسه الحمد لله، احترمنا فيها يعني جماهير مصر كلها احترمت فريق الترسانه، قدرنا ان احنا نعرف الناس ان الترسانه فيها فريق الحمد لله قوي ومنظم، وبفضل ربنا برضو يعني بعد المباراه دي انا كنت بلعب مع النادي الاهلي وكنت اتمنى ان انا اخرج من المباراه بمكاسب، ما فيش خسائر يعني بصرف النظر عن النتيجة، كنت بتمنى ان انا نعمل نتيجة كويسة. ولو خسرت بمعنى ايه يا كابتن احمد؟ بمعنى ان انا تخرج كمدير فني بمكاسب، بمعنى ان انا ملعب مع النادي الاهلي واخرج من النادي الاهلي، انا خارج من النادي الاهلي اكبر نادي في مصر، نادي كبير، بس اخرج بنتيجة كويسة زي ما حصل كده، بشكل اداء كويس واكسب لعيبتي ولعيبتي تكسب الثقة في نفسها. يعني يمكن شفت احنا كنا بنتقدم، الاهلي اتعادل، تقدمنا تاني الاهلي اتعادل، بعدين خبره لعيبه النادي الاهلي طبعا حسمت اللقاء، ففي الاخر لا كسبنا احترام الجميع، لعيبتي بقى عندهم ثقه في نفسهم. هل ده انعكس على ادائهم في مبارياتهم بعد المباراه؟ بالظبط، انهم قدموا نفسهم مره ثانيه للجمهور بشكل كويس. احنا لسه لاعبين مباراه اول امبارح مع فريق دمياط في الدوري، وفريق دمياط من الفرق المحترمه جدا واللي عامله نتائج كويسه، فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا نكسبهم 3-0 ونعتلي القمه بتاعت مجموعه القاهره، ودي اول مره من بدايه الموسم. فكان مباراه الاهلي كان ليها مردود طيب جدا بالنسبه لفريقي، ظهروا اللعيبه بثقه عاليه باصرار ان هم عايزين يصعدوا الدوري الممتاز الحمد لله. يعني مش عايز اقول لك بعد مباراه دمياط او اثناء المباراه انا شفت جماهير اول مره اشوفها النادي الترسانه من يوم ما دخلت، رغم ان العدد محدد من قبل طبعا الاجهزه الامنيه ومن الاتحاد، الى ان كان كل الاسطح اللي حوالينا في المهندسين كلها متجمع عليها، يعني جماهير كتيره وبطبل وزمر وناس. يعني انا فعلا شفت منظر يعني انا كنت سعيد جدا، واللعيبه وبعد المباراه تحس ان احنا صعدنا دوري ممتاز، جماهير كتيره الناس اول مره اشوفها. طب هل عندك الطموح والحافز يا كابتن احمد؟ هل اتفقت او اتكلمت عن رؤيتك مع المسؤولين في مجلس اداره نادي ترسانه ان الفريق عنده فرصه من وجهه نظرك فنيا للترقي والصعود في الفتره الجايه؟ اكيد، انا يعني حصل تعاقد طبعا معايا من خلال طبعا رئيس النادي سياده النائب طارق السعيد ومجلس الاداره، وكان اتفقنا حاجه واحده بس، يعني هم طموحهم وانا طموحي ان انا اصعد. انا قلت لهم انا ابن النادي الاهلي وانا ما بعرفش يعني اشتغل في مكان الا ما يكون فيه طموح ويكون لي هدف كبير، فانا اللي يخليني اجي نادي الترسانه واتعاقد معاكم
انا في كان انديه كتير مكلماني وبمبالغ اعلى من الترسانه، لكن قلت لهم لا، انا شايف ان الطموح موجود والمقاومات موجوده في نادي الترسانه. مقاومات بمعنى بقى هل الامكانيات الاداريه والماليه ولا كمان المجموعه الموجوده معاك الفنيه؟ لا الـ 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 انا اللي شكلت الفريق. الفريق ده انا اللي عامله السنه دي، يعني فيهم طبعا بعض العناصر اللي لعبت السنه اللي فاتت بس معظمهم من اختيارك. من اختياري كلهم طبعا، يعني انا قلت مين يقعد من السنه اللي فاتت، على طبعا جبت لعيبه اضافه على الفريق. جددت بنسبه قد ايه تقريبا؟ جددت بنسبه حوالي يعني 40%. 40% جددت على الفريق، جبت مجموعه مش 40%، حوالي 7 8 انا جايب الموسم ده. لا حوالي في حدود 10 لعيبه، ودخلت لعيبه كمان من الناشئين، يعني في لعيب كان بيلعب معايا الرضا كان رقم 30 اعتقد في الملعب، اللي كان ساعه النتيجه 2-2 انفرد بالمرمى، في ده لعب كويس جدا مواليد 98، طلعته من النادي. معايا وليد فوزي مواليد 98، معايا احمد السيد مواليد 97، احمد عماد 97، فانا مطلع لعيبه صغيرين من النادي مع المجموعه اللي انا جايبهم. عندي مجموعه برضو خبرات، عماد حلمي كان كابتن حرس حدود، حماده جلال كان لعب معايا في التعدين وطنطا، عندي سيد حمدي طبعا نجم النادي الاهلي، معايا انيس احمد انيس، معايا ايهاب فؤاد من البلديه، ومحمد فوزي وهارون. جبت مجموعه لعيبه وياسر ومهاب ياسر مع المجموعه القديمه، بصراحه لعيبه متميزه. طب المحصله كابتن احمد، دايما الفريق عباره عن وحده، امكانيات اللاعبين، مستوى البدلاء، قدرات فنيه بدنيه، يعني حسابات لك كمدير فني. هل الوحده الكامله اللي اسمها فريق الترسانه حاليا عندها المقومات اللي تخليها تصعد؟ الامانه اقول لك بكل صراحه، انا ودي تسالوا فيها مسؤولين الترسانه وجماهير الترسانه، انا عندي فريقين في الترسانه، فريقين، وده مش موجود في الفرق الكبيره في مصر. ده بتحط مسؤوليه اكبر على نفسك. انا بقول لك لا، بفضل الله انا من المدربين اللي بخلي كل اللعيبه، يعني بوصل اللعيبه كلها ان هم يبقوا في تنافس. يعني ما عندكش حد ضامن مكانه في الملعب، بدليل ان انا في الدوري كنت بلعب مجموعه لعيبه وشارك معاهم بعض العناصر، في كاس مصر انا غيرت خالص الفرقه ولعبت بيهم بفريق تاني خالص، المباراه ظهروا بمستوى عالي، كسبنا كويس، كسبنا فريق كاسكادا 5-0، كسبنا الشمس، كسبنا الشمس 1-0، كسبنا فريق كوكاكولا 2-0، كان كل العناصر اللي بتلعب المباريات دي لحد ما لعبنا النادي الاهلي كنت عندي فريقين. فده الحمد لله جماهير الترسانه ومجلس الاداره فرحانين جدا ان في تنافس، زائد ان في عناصر دخلت معانا من الفرقه، يعني في عندنا عمر طارق، ده يمكن من اللعيبه اللي كان السنه اللي فاتت موجود، انا يمكن بحب ان انا اقولها لان عمر ما عفوا المقاطعه كابتن احمد، هنرجع نكمل كلامنا عن مشوارك مع الترسانه قبل ما ننتقل للحديث عن مشوار الاهلي في البطوله الافريقيه والمباراه يوم 23 بعد غد ان شاء الله مع وفاق سطيف مباراه العوده، بس هيشارك معنا كمان هاتفيا لمتابعه اخبار واخر المستجدات في استعدادات الفريق لهذه المباراه المهمه زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من الجزائر. مساء الخير يا كريم. الخير تحياتي ليك استاذ محمد الجندي، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهديك طبعا. طبعا احنا سامعينك على الهواء دلوقتي ومعانا كمان الكابتن احمد كشري سامعك وهيعقب على كلامك عن استعدادات الفريق، يا ريت تقول لنا اخر الاخبار وكل الكواليس الخاصه اللي بترصدها من خلال متابعتك للفريق في الجزائر. باكيد بنجدد التحيه طبعا للكابتن احمد كشري. عايز اقول لك طبعا يمكن كانت رحله مش طويله شويه، لكن 4 ساعات بدات الساعه 9 صباحا بدات بعثه النادي الاهلي ورحلتها الى الجزائر، 4 ساعات بالطائره ثم الوصول الى مطار بومدين بالجزائر، واستقل طبعا النادي الاهلي وبعثه الاعلاميه للنادي الاهلي حفلت استغرقت 3 ساعات و3 ساعات ونص كمان حتى تصل الى سطيف او فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي. يمكن الرحله نقدر نقول من 7 ساعات ل7 ساعات ونص استغربت طبعا بالنسبه للباص، طبعا انت عارف الباص او العربيات العاديه بتبقى بتمشي واحده واحده شويه، لكن لو كان في عربيات او حاجه زي كده كانت ممكن توصل اسرع شويه، لكن يمكن نقدر نقول هنا في البدايه الامن الجزائري هنا لابد ان احنا الفريق طبعا في تامين على اعلى مستوى، وده اللي كان طالب بيه معالي الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه المتواجد هنا في الجزائر على التامين الخاص بفريق النادي الاهلي، تسهيل كافه الامور الخاصه بالطرق والامور بالانتقالات. الحقيقه من البدايه ومن اول لحظه حابين ان احنا نشيد بالاداء بالنسبه للامن الجزائري على الامور الخاصه في البدايات. في هذه اللحظات احنا يمكن وصلنا سريعا، رحنا على فندق الاقامه ما خدناش وقت يمكن ساعه او ساعه ونص سريعا، وتوجهنا الى ملعب 8 مايو ليستقبل مباراه النادي الاهلي وهو التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. في هذه اللحظات استاذ محمد الجندي التدريب بيبدا الساعه 7:05 هنا بتوقيت
بتوقيت الجزائر، عندك طبعا الساعه ممكن تبقى 8 دلوقتي على ما اعتقد محمد. 8 دلوقتي بالظبط، فرق ساعه يعني 8 و5 بالظبط. اي فرق ساعه، وجايزين ناكد كمان على ميعاد المباراه، ميعاد المباراه يكون فيها الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت حاله التركيز بالظبط. بشكل عام حاله التركيز الكبيره اللي فرضها الجهاز الفني بفريق مستر باتريس والكابتن محمد يوسف شايفينها من اول لما رحنا المطار من الساعه 5:30 او الساعه 6 صباحا، كنا في المطار كل الاحاديث الثنائيه، الاحاديث الجماعيه مع اللاعبين، ما فيش حديث بيعلو عن المباراه وعن لابد ان احنا نكون بناكد ان شاء الله الوصول من هنا، ولابد ان احنا كمان نأدي اداء ونتيجه كعاده في النادي الاهلي من خلال ان احنا بنسمع لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه الكبار طوال الشناوي عاشور رفاتي كل اللعيبه الصراحه من كل الاحاديث اللي بتتكلم على اللعيبه الصغيره او كل اللعيبه بشكل عام، الكلام كله على مباراه الاهلي وثقه فيه، وان شاء الله زي ما بنقول الثقه الكبيره اللي عندنا في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في مباراه الاهلي وثقه فيه ان شاء الله يوم 23. عايز ارجع معاك واقول لك طب مهم يعني حتى الان يا كريم قبل ما تكمل كلامك، الامور كلها ماشيه بشكل كويس، ما نطلق عليه اللوجيستكس، كل التجهيزات الخاصه باستقبال الفريق، اقامته، ملعب التدريب، كل ما يحتاج اليه من ادوات للاستعداد للمباراه متوفره، وبتؤكدوا ان في تعاون من الجانب الجزائري على توفيرها. حقيقه زميلي محمد، حقيقه يمكن زي ما قلنا الامور حتى هذه اللحظه بتدير بشكل مميز جدا، وان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي، همنا الاول والاخير ان النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي يكون تركيزهم الفني فقط داخل المستطيل الاخضر، وكل الامور الخارجيه من الانتقالات والامور دي طبعا بتخص طبعا الجهاز الاداري، لكن عايزين نشيد طبعا بالجهاز الاداري للنادي الاهلي بقياده الكابتن محمد يوسف فطان بعمل مدير الكره، كل الامور حتى هذه اللحظه ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. عايز ارجع معاك لحاجه مهمه جدا، وهو احمد فتحي. طبعا يمكن احمد فتحي كان تعرض لكدمه قويه في المران الاخير في ملعب مختار السيتش، وعلى اثرها انفرد من التدريب، لكن باكد لك من حديثي مع فريق النادي الاهلي الدكتور خالد محمود، ان شاء الله احمد فتحي يكون في المباراه، مباراه الاهلي وفاقد فيه احمد فتحي ان شاء الله اليوم وغدا باذن الله، ربنا يبعد عنه الاصابات كده بلغه الكوره والجيل الصناعي، انت عارف بيبقى فيها بعض الكدمات وبعض الانتظامات، لكن التحذير المستمر من مستر كابتيرون بعدم الالتحامات وعدم الاحتكاكات بين اللاعبين، ان شاء الله احمد فتحي النهارده في التدريب وغدا باذن الله يكون جاهز بنسبه 100%، باكد لك ان احمد فتحي الكدمه اللي عنده فيه الركبه ان شاء الله لن تعوقه باذن الله في خوض هذه المباراه. ايضا كمان يمكن كريم نزل عنده بعض الدرب كده، عنده حاله درب كده النهارده كمان، يمكن طبيب النادي الاهلي خالد محمود اداله كده بعض الجرعات، بجانب كمان يمكن هو كان عنده بعض السخونيه اللي بسيطه جدا، لكن ايضا كمان ان شاء الله غدا بعد غد يكون الجو العام هنا، الجو العام هنا يمكن البرد شويه بالنسبه للليل هنا، درجه الحراره توصل لتسعه وثمانيه، ويوم المباراه درجه الحراره هتبقى تكون تسعه بالليل، فطبعا يمكن بنتمنى ان اللعيبه باذن الله ما يبقاش فيها اي حاله احياء من البرد، الجو متقلب بالنسبه صباحا بيكون في شمس قويه، مساء بيكون في برد، لكن بشكل عام زميلي محمد الامور ان شاء الله تكون متمكنه للنادي الاهلي النهارده، التدريب الاول للنادي الاهلي مستر باتريس زي ما قلنا 7 ساعات أو 8 ساعات، فالنهارده مش هيبقى فيه تدريب قوي، هيكون في بعض الاطالات وبعض الجري الخفيف، محاضره طبعا في نهايه المران كالعاده، لكن ان شاء الله باذن الله زميلي محمد هنكون معاك لحظه بلحظه باذن الله، وانا الاصابه باذن الله على شاشه قناه النادي الاهلي بكل كواليس تبعت النادي الاهلي وانا في الجزائر، وان شاء الله باذن الله نصعد من هنا في الجزائر للمباراه النهائيه باذن الله للبطوله الاخرى. ان شاء الله وموفق في مهمتك في متابعه اخبار الفريق واستعداداته للمباراه، ويكون كمان التوفيق حليف فريقنا في هذا اللقاء المهم، لقاء العوده امامه فاق سطيف في قبل نهائي البطوله الافريقيه، وبالتاكيد هنتابع معاك من خلال برامجنا المختلفه زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من الجزائر على مدار الفتره القادمه، نقول ساعات يعني مش الايام، للمباراه بعد غد ان شاء الله في كل برامجنا المختلفه وتغطياتنا على شاشه قناه الاهلي كل المستجدات واخر اخبار الفريق، وان شاء الله يكون على اتم استعداد وقت بدء المواجهه مع فريق وفاق سطيف. شكرا جزيلا لك زميلي العزيز كريم احمد. كابتن احمد سانا، كل ما قاله كريم هنرجع له بعد شويه، لان هنبدا نتكلم عن رؤيتك لمشوار فريق الاهلي هذا الموسم وخاصه في البطوله الافريقيه. خلينا نتكلم عن مشوار الترسانه واستعدادات الفريق والامكانيات الموجوده حسب كلامك. لا هو طبعا الحمد لله الامكانيات متوفره، مجلس اداره النادي بقياده سياده النائب طارق السعيد موفر كل الامكانيات لفريقنا الماديه، جبنا لعيبه اللي احنا عايزينها، دي مباراة دمياط اللي دي اخر مباراة لينا، ده كسبنا 3، ده هدف عمر طارق السعيد ابن رئيس النادي على فكرة، ويمكن عمر قصة بقى سريعة كده، عمر كان السنة اللي فاتت بيلعب وكان فيه هجوم شديد عليه لان عمر لاعب كان جاي له من نادي الشرطة، لكن هو لعيب مميز جدا جدا وما بيلعبش عشان خاطر رئيس النادي، بل بالعكس والده ما بيتدخلش في حاجة، هو الولد امكانياته كويسة، وعلى فكرة عمر اللي احرز الهدف الثاني في النادي الاهلي، ودي بيحرز كمان
هدف جميل. بص الهدف عامل ازاي في مرمى دمياط. لا يعني بياكد ان هو لاعب موهوب ويعني وماشي على طريق يعني ان شاء الله هيبقى حاجه. هو ما عندكش اي حساسيه في التعامل معاه او اي حساسيه؟ لا بالعكس. كونه ابن رئيس النادي ده مش مسبب لك اي حرج في التعامل؟ لا بالعكس، هو ولد مؤدب جدا جدا ومحبوب من الكل، من الناس الجماهير، من ومش طالب اي معامله بشكل لا لا ولا مميز في حاجه، بالعكس ملتزم في مواعيده، ملتزم في كل حاجه، ما بيتكلمش ما بيطلبش، وهداف. ودي بص الهدف اللي جابه جميل ازاي يعني. لا عمر شخصيه جميله جدا، وما بيتكلمش بلسان والده ولا بيتدخل في حاجه ولا ليه علاقه، لدرجه ان هو ما بيقعدش مع والده. والده طبعا نائب في البرلمان، فعنده مشاغله ما بيقابلوش كتير يعني. بيقول لي ده الحمد لله ان نادي الترسانه بيجمعني بيه، بشوفه في الترسانه. لكن هو لا بيلعب مجهود. بص امكانياته، الهدف اللي احرزه هدف برجله الشمال في صاروخيه في السوكه. لا لعيب مميز، والحمد لله عندي عناصر مميزه. يمكن الهدف الثاني كمان ده بتعميده، هدف رائع جدا. بص الهدف هدف جميل فعلا. ويمكن انا كنت براهن على ميدو المباراه، بقاله كتير ما لعبش، وراهنت انه هيبقى من احسن لعيبه في المباراه ونجم المباراه. فعلا هو مهاب ياسر كانوا من نجوم المباراه، فالحمد لله انا عندي. ياسر احرز الهدف الثالث. مهاب ياسر عمل اجوان وكان نجم المباراه، احسن واحد بقاله فتره بيلعبش، وكان لعبته المباراه دي وراهنت عليه انه هو هيبقى احسن واحد. مين الهدف الثالث؟ الهدف الثالث سيد حمدي هو اللي احرز الهدف الثالث طبعا، الهداف الكبير ونجم الاهلي. سيد طبعا موهوب طبعا، ولاعيب عنده خبرات من مواليد منطقه الجزاء زي ما بنقوله كده، وبيعرف يجيب لنا جون من انصاف الفرص. فلا الحمد لله عنده القدرات كهداف، وبيقدر يلعب بلاي ميكر كمان، بيقوم دور صانع الالعاب. لا عنده سيد حمدي لعيب كبير، لعيب كبير، وطبعا بيستفاد بخبراته ووجوده معانا اضافه لنادي الترسانه. والحمد لله يعني انا زي ما قلت لك عندي عناصر تجمع بين الشباب والخبره في الملعب. عندي عناصر تحسن. الجمهور بيسعده يلاقي الفرق اللي ليها تاريخ ولها اسم في مجال الكوره، في تاريخ الكوره في مصر، انها تكون موجوده في دوري الاضواء يا كابتن كشري. فمتهيالي احنا الكل هيسعده يعني، دايما صعود الفرق اللي لها تاريخها ولها جماهيريتها زي فريق الترسانه هيكون امر، هتلاقي ان في استحسان كبير من الاعلام ومن الوسط الرياضي لهذا الامر. لا والله تكونوا موفقين في مهمتكم. لا الحمد لله، والله انا طبعا لعبتي الحمد لله، وعندنا لسه مباريات. احنا بقينا اول الدوري، ولكن لسه طبعا المشوار. اتمنى ان شاء الله احنا نكمل معاه مجموعه لعيبه، بالذات اللعيبه القديمه السنه اللي فاتت اللي كانت موجوده مع الكابتن علاء نوح طبعا، وكمل معاهم للاخر يعني. بشكره طبعا على المجهود اللي عمله معايا، مجموعه لعيبه كويسين جدا من الفرق القديمه، او معنى صح السنه اللي فاتت اللي كانوا متواجدين. وطبعا كابتن الفرقه محمود شاكر عبد الفتاح طبعا من اللعيبه المعروفه جدا، وطارق وطني ومنعم وزيكو وميدو، مجموعه كبيره قوي معانا، وابراهيم وهشام رجب اللي جاب الجون الاولاني في الاهلي. فمجموعه كويسه مع العناصر اللي دخلت الحمد لله يعني. انا من النوع اللي قريب من اللعيبه قوي، واعرف امتى يعني زي ما بنقول اشد، واعرف امتى ان انا ابقى قريب منهم. فالحمد لله لا يعني في توافق وفي تفاهم بيننا وبين بعض كلاعبين، وبيننا وبين مجلس متفائل يعني. المؤشرات بتقول ان شاء الله الفريق يعمل احنا فريق مميز والنتائج تكون باذن الله ان شاء الله. لا ان شاء الله الترسانه باذن الله ان شاء الله في الممتاز باذن الله. يسعدنا طبعا نجاح فريق بتاريخ طبعا واسم وشعبيه نادي الترسانه، وموفق في مهمتك معاهم يا كابتن. يا رب. هننتقل للحديث عن مشوار فريق الاهلي، وخلينا نركز اكتر على بطوله افريقيا. الوقت ضيق جدا قبل المباراه اللي جايه. تعليقك على اللي قاله زميلنا كريم احمد، الاستعدادات ماشيه بشكل كويس، العناصر او الصفوف مكتمله، شايف فرص الفريقين ازاي بعد الفوز في المباراه الاولى بعد ما تفوقنا على وفاق سطيف بهدفين؟ والله طبعا يعني انا سعدت طبعا ان الاستقبال كويس والامور طيبه بالنسبه للنادي الاهلي، ودي اهم حاجه، ان يبقى اللعيبه ما فيش اي حاجه توترهم قبل المباراه. دي حاجه ايجابيه طبعا، رقم واحد طبعا. يمكن النادي الاهلي النتيجه اللي عملها في مصر هنا النتيجه كويسه، النادي الاهلي بيعرف ازاي يتعامل حتى في المباراه الخارجيه. وان كان انا وجهه نظر الاهلي كان يقدر يجيب اكتر من اربع اهداف او خمس اهداف في المباراه دي. لو كان كمان جبنا هدف ثالث كانت الدنيا هتبقى اسهل اكتر. لكن لعيبه الاهلي خبره ومعاهم جهاز محترم، اكيد هيبقى في توازن في المباراه. اكيد النادي الاهلي برضه هيلعب على انه يجيب هدف عشان ينهي المباراه، يقتل المباراه. صعب الامور جدا على يقتل المباراه.
يمكن انا نوعيه ارضيه الملعب هي اللي ممكن تبقى يعني اتمنى تكون ما تكونش. ليه دايما مشكله بقى الارض دي؟ ليه دايما بيقولوا الترتان بتبقى الارض فيها مشكله بالنسبه للاعبين، بتسبب بسهوله اصابات كتير، او بيبقى الجهاز الفني والطبي عنده تعليمات بتفادي احتكاكات من نوع معين في الملعب على الارض او الارض دي تحديدا؟ بص، الاراضي اللي هي النجيل الصيني مختلفه عن النجيل الطبيعي كليا. هي اميز حاجه فيها ان الكره تقدر لما تمشيها على الارض تمشي كويس، لكن البند بتاع الكره مختلف عن الكره لما تطب في أقوى. طبعا فانت تحس ان انت بتلعب على ارض صلبه، زائد ان التحركات الترنات بتاعه اللعيبه في الملعب ده بتبقى صعبه عن النجيله. النجيل الطبيعي اللاعب الاسترز بتاعه بيمسك في الارض فبيلف بسهوله. في النجيل الصناعي الكره الترنات بتاعته بتاخد وقت، كانه واقف على يعني ارض زي ما نقول الارض فيها كانك مثلا ما فيهاش ثبات. دايما اللاعبين كانوا بيشكوا من الملاعب، ومنها احيانا كان الاهلي يروح يلعب مباراه في الجزائر مثلا كان في ملاعب ترتان، ويشكو دايما اللاعب المصري من انه بيواجه مشكله او بيبقى في بعض الاصابات من النجيل الصناعي والترتان، ان الارضيتين دول مش افضل حاجه بالنسبه لي. طبعا لا يعني النجيل الصناعي بيعمل مشاكل كمان في الركبه، بيعمل خشونه في الركبه، بيتعب المفاصل بتاعه اللعيبه لو لعيب طبعا مش كل اللعيبه، في بعض اللعيبه بتشعر بيها فبيبقى ليها تاثير. ما فيهوش نفس درجه امتصاص النجيل الطبيعي لضغط الجسم على الارض، لان تحت ارض صلبه غير النجيله والطمي العادي ده بيبقى شارب ميه، بتبقى الدنيا طبيعيه، تبقى ماشي كانك على حاجه اسفنجيه. لكن النجيل الصناعي لا، ما بيبقاش كويس، بالذات للنادي الاهلي احنا مش متعودين عليه. النادي الاهلي ما بيلعبش لعبنا كلها مش كده. وبعدين هم بيعرفوا يجيبوا الجزم الخاصه بالملاعب دي طبعا، لان هم على طول بيلعبوا فمحضرين من زمان ومتعودين عليه. انت حتى لو انت بتجيب ادواتك وبتشتغل على المباراه بالجزمه بتاعتك اللي تناسب الملعب بتحس ان انت مختلف، يعني الجسم مش معتاد عليه. طبعا طبت الكوره مختلفه خالص، لا الكوره بتطب اكتر، الكوره اسرع بس بالسرعه الطبيعيه، السرعه يعني. فطبعا يعني بتاثر شويه، وعايزه من النادي الاهلي ان دايما الكوره يمتص اللاعب، يمتص الكوره دايما، يكتم الكوره، ما تبقاش الكوره في الهواء، لان لو في الهواء مش هتقدر تسيطر، مش هتقدر تتعامل معاه، او ما يسيبش كرة تبعد عنه كتير. بالزبط. المسافه اللي متعود عليها في النجيل الصناعي في النجيل الطبيعي دايما بتبقى مختلفه، بقى رده الكوره او رد الفعل بتاع الكوره بيبقى ابعد او اقوى. انا يمكن لعبت طبعا على الملاعب دي مع فرق، وكنت ماسك بلديه المحله، ولعبنا مع بعض الفرق في مجموعه بحري نجيل صناعي، اتمرنا على ملعب نجيل صناعي، وكنت بقول للاعيبتي لازم تمتص الكره، لازم الكره تبقى على الارض، الكره ما تبقاش عاليه، عشان لو عملت بند انت مش هتعرف تتعامل، حاول بقدر الامكان تخلي الكره على الارض. في نفس الوقت فريق النادي الاهلي هو اللي يخلي فريق وفاق الصيف يتاثر بلعب النادي الاهلي، يعني يلعب الاهلي ما يمشيش ورا، لان هم في ملاعبهم دي بيعرفوا ازاي يلعبوا عليها كويس. فاحنا النادي الاهلي مميزين بالاستحواذ في نص الملعب، مميزين جدا تمريرات الكتير طبعا الاستحواذ نفسه طبعا الاستحواذ مع طبعا ان انت عندك لاعبين خبره بيعرفوا ازاي ان هو يلعبوا الكره الاماميه والاختراقات. فالنادي الاهلي محتاج ان الكره تبقى معاه اطول وقت ممكن في المباراه دي لان كمان الاستحواذ بيعمل لك عمليه يعني عارف بتعمل احباط للفريق اللي امامك. والنادي الاهلي يملك من اللاعبين اللي هم يقدروا يعملوا استحواذ، لان دي والاستحواذ مع لعيبه بامكانيات لعيبه الاهلي هي اللي بتخلق فرص للتهديف. بالظبط وانت عندك الحمد لله العناصر يعني شبه مكتمله في النادي الاهلي. لا ان شاء الله النادي الاهلي يعدي المباراه دي، لان حلم كبير، وانا شايف النادي الاهلي اقوى فريق في المجموعه كلها او في بطوله افريقيا، وان شاء الله نحصل عليها باذن الله، لان انا شايف في تركيز الفتره اللي فاتت دي. حصل بعض الدروبات من النادي الاهلي، وده طبيعي لان المباريات كانت متلاحقه وكانت كتيره، لكن الفتره اللي فاتت دي وراحت بعض اللعيبه في كاس مصر، اعتقد ان هي ان شاء الله هتجني ثمرها، ادت فرصه ان الفريق يلتقط انفاسه طبعا ويجهز كويس. طبعا وعندك لعيبه خبرات، انا شايف ان في عندنا اكتر من لاعب يقدر يرجح كفتنا في المباراه. طب لو كنت عضو في الجهاز الفني في النادي الاهلي، لو كنت يعني ليك منصب من المناصب وطلب رايك من مستر كارترون، ايه اللي كنت هتقوله له كرؤيه فنيه او نصايح كابتن احمد كشري فنيا قبل اللقاء ده، بظروف الملعب، بطريقه لعب لعيبه الجزائر، بالحضور الجماهيري، كنت ايه هيبقى رؤيتك، النقاط الاساسيه اللي هتركز عليها؟
اولا الفرق اللي زي دي الفرق الجزائريه هتبقى نازله ضغطه على قد ما تقدر على النادي الاهلي، لازم النادي الاهلي هو اللي يضغط عليهم من فوق، ما يخليهمش يبنوا هجمه، ما يخليهمش يلعبوا الاسلوب بتاعهم، ما يضغطوش النادي الاهلي، ابدا من البدايه وانا ضاغط من فوق، بمعنى صح ابوظ الاسلوب بتاعهم بتاعتهم. لو حصل كده خلاص انت كده بتحط فريق ان هو هيبدا يلعب لعب عشوائي وهيحصل توتر مع الوقت، هيبدا الفريق الجزائري وفاق سطيف يبدا يتاثر ان الوقت بيمر وما جابش هدف، فالبدايه مش طبعا مش وانك لخبطت له حساباته طبعا عايز يبدا بيها المباراه طبعا يعني ما مش طول المباراه هضغط، ولكن في البدايه انا اللي لازم اضغط عليه من فوق اخوفه، لان وارد جدا وانا ضاغط عليه من فوق مع عندي لعيبه خبرات بتعرف تنتهز الفرص ان انا اسجل هدف واموت المباراه بدري، حتى من خطا للاعبي ما دخلوش هو في المباراه وانكمش من بدري، لان لو احنا رجعنا من بدري ممكن مع ضغط الجمهور مع الحماس بتاعهم وارد ان يحصل وارد ان يحصل حاجه، ولا قدر الله لو حصل وجابوا جون هتخش في موضوع بقى يعني ضغط نفسي وعصبي وهم هيعلوا كمان فنيا بالزبط. لو احرزوا فانا وجهه نظري ان النادي الاهلي ينزل المباراه ضاغط من فوق، لان انت بتلعب وانت معاك هدفين، انت النادي الاهلي، انت الكبير، انت اللي لازم تتحكم في ريتم المباراه وانت اللي تقسم المباراه زي ما انت عايز كمدير فني. لا انا رايح اخلص المباراه الشوط الاول، انا اللي هخلص المباراه النادي الاهلي. فده وجهه نظري، لو انا يعني رايي لا راي الاهلي يضغط من فوق من بدايه المباراه عليهم من فوق بالثلاث مهاجمين بتوعنا ونص الملعب، ما ندهمش مساحه ان هم يبنوا هجمه، اعتقد ان النادي الاهلي سهل جدا يجيب فيهم جون والمباراه تبقى بالنسبه للاهلي مباراه. هل كلامك كمان عن نسبه الاستحواذ واحتياج اللاعبين على الارضيه دي او النوع ده من الملاعب ان يخلوا الكره على الارض طول الوقت بيقول ان احنا عايزين نلعب بطريقه برازيلي اكتر، ادائنا يبقى شويه الكرات التمريرات قصيره واللاعبين قريبين من بعض والكره متقنه قوي؟ بص هو دي سياسه النادي الاهلي وهو ده لعب النادي الاهلي، لعب النادي الاهلي حسام عاشور او السوليه او الناس اللي في نص الملعب عندهم الميزه دي، بيعرف ازاي يستحوذ وبيقرب من اللعيبه. الاستحواذ ده يعني انت بتخلي الفريق اللي قدامك يعني طول ما يعني انا حتى بقولها للعيبتي طول ما الكره معاك عمر ما هيجي فيك جون، الكره معايا انا عمرها ما هتيجي فيها جون، فلا طول ما انا بستحوذ على الكوره طول ما انا بعمل احباط للفريق اللي قدامي فبتتخلق لي انا فرص للمرمى اكتر من الفريق اللي قدامي لان هو معوش الكوره. فالاستحواذ مهم جدا بالذات بره ملعبك، بره ملعبك كمان اكتر من جوه ملعبك. الاستحواذ عايز هدوء من نص الملعب، عايز هدوء من لعيبه النادي الاهلي ان هم يتعاملوا مع المباراه بهدوء في نص الملعب بالذات عشان ما يبقاش فيه اخطاء، ما يبقاش كور مقطوعه كتيره، وفي نفس الوقت النادي الاهلي يبقى ضاغط عليهم من فوق، النادي الاهلي هو اللي ينزل عايز يخلص المباراه، ما يديش فرصه لفريق وفاق سطيف ان هو يضغط او ياخد حماسه، لان انت لو سبت له تلت الملعب او نص ملعبك هيعمل بريس هجومي هيبدا خلاص بقى وهيشتغل معاك حاجه ثانيه، ممكن يشتغل معاك كور طويله وانت او تسديدات على المرمى بس يعني الفرص للتهديف هتكتر. الملاعب دي الخوف منها ان انت تجر العشوائيه بتاعت الفريق اللي قدامك، لان الفرق الجزائريه او الفرق اللي متعوده على الملاعب الصغيره دي الملاعب النجيل الصناعي بتلعب كور طويله وبيكملوا، فانت النهارده الكور الطويله احيانا ما بتبقاش في حوزتك، ممكن تيجي وارد ان تيجي كوره في الزحمه يجي منها جون، واحنا عارفين ان الفرق بتاعه الشمال الافريقي مميزين بالكور العرضيه جدا، الكور الثابته والكور العرضيه وادائهم في قوه بدنيه وبيلعبوا بدماغهم كويس والحاجات دي، فاحنا مش من البدايه ما تخليش البدايه، لان ممكن تلاقي فرقه وفاق سطيف من البدايه من تحت بتلعب كور طويله من السردباكات عشان عايز يحط النادي الاهلي تحت ضغط. لا ده انا من البدايه المهاجمين بتوعي من فوق يضغطوا على الناس على السردباكات محتاجين الانتشار الكويس طبعا. في الملعب التماسك زائد اللعيبه في ظهورهم، انا شايف ان يعني النتيجه في مصر هنا ومع امكانيات لعيبه النادي الاهلي لا انا اللي اضغط من البدايه افنش المباراه الشوط الاول. ذكرياتك وخبراتك كواحد من نجوم النادي الاهلي سابقا في اي مباراه لعبتها في بطوله عربيه او افريقيه في الجزائر، ايه كانت نقاط القوه اللي مع كل جهاز فني تعاملت معاه كلاعب في الاهلي كان بيبقى حريص على ايقافها في الفرق الجزائريه؟ الفرق الجزائريه طبعا على ملعبها بتبقى شرسه شويه بالذات ان الجمهور عندهم يعني جمهور حماسه غير طبيعي بيفضل طول المباراه يشجع فبيعمل عليك ضغط عصبي ونفسي من اول المباراه، فاحنا كنا بنبقى هادين ونقول احنا عايزين نعدي اول ربع ساعه او ثلث ساعه، لما بتعدي الامور بنبدا يعني تبدا انت خلاص بقى تخش في الجيم يعني ما بتقلقش من حاجه، لان في بدايه المباراه هم بيبقوا الحماس عندهم عالي الروح عاليه جدا عند الفريق نفسه على ملعبه وعند الجمهور كمان.
بنمتص ده ان احنا بنضغط على الكوره، كوره مشتركه نضغط جامد، مهم جدا حتى في مباراه فاكو ستيف. كوره مشتركه هي العامل الرئيسي في المكسب للنادي الاهلي في نص الملعب بالذات، اللي هياخد الكوره هو اللي هيوصل للمرمى الثاني. كنا الكوره المشتركه مشتغل جامد جدا معاهم. تاني حاجه احنا كنا بنحاول ان احنا نخلق مساحه لنفسنا ان احنا نهدد المرمى بشوط بهجمه بتاع يبدا الفريق اللي قدامك يقلق منك، فالامور تبدا بالنسبه له تهدى يبقى طبيعي. ما يروحش بكل الموجات بتاعته، لازم اخوفه، لازم اخوفه، تبدا توقف مجموعه من الفريق ورا للدفاع، يبقى خايف من الاهلي في الملعب. لازم اخوفه، لازم اخوفه ان انا اعمل عليه يعني المفاجاه ان انا اوصل للمرمى، ان انا اعمل كور في العمق، ان احنا يبقى في شوتنج، ناخد كور ثابته. هل المباراه دي يا كابتن احمد بظروفها، بظروف المنافس، بقدراته، بطبيعه الملاعب في الجزائر والجماهير واللاعبين، الدور فيها او العبء فيها بيبقى كبير جدا على خط النص؟ اكيد خط النص بالنسبه لنا احنا اكيد خط النص ديفندرز تحديدا. بص خط النص في اي فريق هو الاساس او المحور الرئيسي اللي بيخليك بيبين اذا كنت انت في حالتك ولا لا، لان خط النص هو اللي معظم الوقت الكره بتبقى معاه. فوسط الملعب لما بيمتلك الكوره ويعمل زي ما بقول لك استحواذ ويعمل كوره ايجابيه، فبالتالي بيدي الطمانينه للمدافعين اللي في ظهره، وفي نفس الوقت بيمون المهاجمين بتوعه. فطبعا وسط الملعب دي بقت اهم حاجه، كل الفرق العالميه النهارده رقم واحد بتركز على وسط الملعب، حتى المهاجمين او العناصر اللي بقت بتسجل بتيجي دايما من وسط الملعب. يعني على مستوى الفرق الكبيره تلاقي اميز لعيبه جايه من تحت، فاحنا نتمنى ان وسط الملعب النادي الاهلي يكون متماسك ويكون قريب من بعضه، يكون بيخلق مساحات ساعد الضغط على علينا، بنضيق المساحات بحيث ان احنا ما نديهمش فرصه ان هم يخترقونا، ولما الكره تبقى معانا يحصل عمليه انتشار للاعبين، انتشار على انحاء الملعب، لان ممكن الملعب ما يكونش برضه الملاعب دي احيانا ما تشعرش فيها ان هي ملاعب كبيره. فالانتشار هيفرق جدا مع النادي الاهلي، زائد زي ما قلت لك الكره المشتركه. الكره المشتركه دي بتبقى يا بتخليك انت تروح بهجمه في وسط الملعب بالذات، يا انت بتقطع الكوره بتعمل هجمه ليك، يا اما بتتقطع بتيجي هجمه عليك. فالكره المشتركه مهم جدا النادي الاهلي يتغلب ويبقى الغلبه ليه، عشان تبقى النادي الاهلي هو الكلمه ليه في المباراه، ونقدر ان شاء الله نسجل هدف وننهي المباراه عندهم هناك، لان انا شايف النادي الاهلي يقدر انه يكسب هناك. طيب كابتن احمد، من متابعتك لمستوى نجوم الاهلي في المباريات الاخيره، ومن معرفتك كمان بطبيعه المنافس وطبيعه المباراه وتوقعاتك لها، مين اللي هتقول عليهم انهم ممكن يكونوا الكي بلايرز في الاهلي للمباراه دي؟ وليد سليمان طبعا رقم واحد، وليد من ما شاء الله في افضل حالاته. وليد ما شاء الله عليه خبره، وعنده وليد بقى يمكن تشوف انا بتكلم معاك، وليد يملك كل الكلام اللي احنا بنقول عليه. رقم واحد كره مشتركه وليد مميز فيها جدا بياخدها. رقم اثنين استحواذ الباسنج بتاعه كويس قوي. رقم ثلاثة ان انت تلعب او تضغط بيضغط كويس وليد. الحته كمان التهديف في السرعه وليد هداف. فوليد تكتمل فيه العناصر، كمان موفق جدا في الاحراز من كور بليسنج، الكرات اللي بيحطها بشكل مميز قوي، وبيلف الكوره في الزاويه اللي هو عايزها، تبقى صعبه على اي حارس مرمى. وليد لعيب خبره ومهاري جدا وعارف ازاي يوصل لمرمى الخصم، زائد ان وليد سريع وبيعرف كمان بيعمل الكور البينيه كويس قوي، بيكمل. ميزه كمان لعيب، ممكن الناس اللعيب لما تلعب له كوره وتيجي تقرب منه فانت بتدي له حلول كتيره، غير اما ادي اللعيب الكوره وما اقربش منه. وليد من النوع اللي بيباص الكوره وبيقرب من زمايله، فبيدي حلول لكل اللي حتى المهاجمين اللي معاه، اذا كان وليد ازارو او مروان محسن وهو بيلعب، يعني لما بيقرب منهم بتبقى العمليه ابسط للمهاجم انه يتحرك ويلاقي فرصه ان هو يا يعمل فينت ويعدي، يا اما يلعب معاه الدبل باص، يا اما يتحرك ويحطها. فطبعا وليد ممكن يبقى الورقه الرابحه في طبعا المباراه، طبعا وليد كمان هو مؤهل لده، لانه في التوب فورم بتاعته الفتره اللي فاتت، واعتقد سواء مستوى التهديف او الاداء في المباراه. واعتقد ان محمد الشريف لو اخذ فرصه، لا لعيب كويس جدا. ويمكن انا افتكر ممكن الجهاز الفني يدفع بيه في مباراه زي دي، رغم انه لسه بيشارك بشكل جديد مع الفريق، بس اعتقد ان هو هيشارك في المباراه ولو كتغيير. محمد شريف عنده ميزه كويسه قوي، سريع بيوصل المرمى بسرعه. برضه اقول لك حاجه مهمه قوي، موفق على الجون، يعني بيعرف يجيب جون. فانا النهارده بيكون عندي لعيب بس هو بره القائمه الافريقيه لسه بتابع. لسه رجعنا ده زملائي كمان في الكنترول قالوا لي انه مش من، انا عارف ان اسمه مش من مقيدين. برضه اسلام محارب، اسلام محارب من اللعيبه المميزه جدا، وعنده ميزه جدا، يعني ميزه كبيره ان اسلام دلوقتي بقى بيدافع كويس كمان. يعني اسلام بتلاقيه طول المباراه بيرجع وبيدافع وبيهاجم كويس. اسلام محارب برضه بيقدر يقوم بالدورين، دور الهاف ديفندر وفي نفس الوقت التهديف او تحديد المرمى.
معاه. لا 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 اسلام محارب يعني بيبقى في الملعب، انا شايفه في المباراه الاخيره عامل زي الجند المجهول، بيجري كتير جدا، بيرجع يدافع، عامل يعني بيكمل ورا المهاجمين وبيرجع في النواحي الدفاعيه. فالنهارده بقى بيعتمد عليه مستر كارترون يعني بصفه كبيره. ف طيب لا عندنا مروان محسن، صلاح محسن، وليد ازارو، ومجموعه متميزه جدا طبعا منهم وليد سليمان، وفريق رائع من اللاعبين او مجموعه رائعه في خط الوسط المهاجم. افضل تشكيل ممكن نبدا بيه من وجهه نظرك كابتن احمد هذه المباراه في الجانب الهجومي، نبدا باثنين راس حربه مثلث قاعدته عند مرمى المنافس، ولا لاعب واحد راس حربه وتحته اثنين بيلعبوا كلاعبي وسط؟ يعني افضل شكل للبدايه الهجوميه من وجهه نظرك؟ والله بص، هو مش هينفع ان انت تغير الطريقه بتاعتك. هو النادي الاهلي ليه اسلوبه، اذا كنا بنلعب بمهاجم واثنين تحتيه يعني عندك طبعا حمودي برضو كان بيشارك الفتره اللي فاتت وراجل بيعتمد عليه بيخليه، لكن وليد سليمان، وانا شايف ان مروان محسن صلاح محسن لو خد هو وليد سليمان من تحت ازاره، اعتقد ان احنا هيبقى عندنا سرعات وعندنا اختراقات كتيره جدا على فريق وفاق سطيف، خاصه ان انت بتتكلم في مباراه دي عايزه برضو المرتدات، لان وارد زي ما قلنا في المباراه ان انت عايزه سرعات طبعا، يعني وارد ان انت تضغط فريق عايز يكسب لانه بيلعب يعني مباراه مهمه بالنسبه له، فانت محتاج سرعات. فصلاح محسن من العناصر اللي هي عندها سرعه عاليه جدا وهداف، وليد سليمان سريع كمان الاسرع على الاطلاق، زائد يعني. ان ازارو سريع، فانت العناصر اللي تحتيك تبقى سريعه دي تفرق معاك، بجانب برضو ان اسلام محارب برضو زي ما بقول لك تكتيكي وبيعرف يجيب جون وماشي كويس في الفتره الاخيره. انا شايف ان هو متفائل ان الاهلي اقرب ان شاء الله للفوز في طبعا نتيجه المباراه او اجمالي المباراتين باذن الله، كمان يكون موفق يعني في تحقيق نتيجه ايجابيه والصعود للنهائي. باذن الله النادي الاهلي قادر على انه يفوز هناك كمان في الجزائر، واتمنى ان الامور تمشي طبيعيه، وان النادي الاهلي يعني زي ما بقول لك وجهه نظر انا طبعا المتواضعه ان احنا اللي نضغط عليهم، ما ندهمش فرصه ان هم يضغطوا النادي الاهلي يتحكموا في ايقاع المباراه. لازم الاهلي اللي يضغط من بدايه المباراه، اضغط من فوق من بدايه المباراه، نعمل ضغط يعني شرس عليهم من المهاجمين ووسط الملعب، اعتقد دي هتربك الفريق وهتخليه حتى لو اول تلت ساعه او تمتص حماس البدايه لفريق فلسطين، هتخليهم مش مركزين. فلا النادي الاهلي وعنده بالخبرات اللي هي تخليه ان شاء الله نكسب، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب هناك. طيب اخيرا كابتن احمد عبد المنعم كشري، الجزء الاخير من الحوار ده نتكلم فيه عن مشوار منتخب مصر في تصفيات كاس الامم الافريقيه. اراء بتقول لسه الوقت مش كافي، مستوى المنافسين اللي قابلناهم مش كافي للحكم على طريقه اللعب الجديده، قدرات الجهاز الفني، انضمام عناصر جديده للمنتخب، وناس ثانيه بتقول ان احنا متفائلين جدا وان كل المؤشرات تميل لصالح الجهاز الفني الجديد بقياده اجاري مقارنه بالجهاز السابق بقياده كوبر. رايك ايه؟ والله هو اقول لك حاجه، يعني يمكن فعلا احنا ما لعبناش مباراه كبيره، ولكن يعني اجاري مختلف عن كوبر، يعني جريء عنه، عايز يهاجم وبيدي حريه كمان. من ضمن الحاجات اللي عجبتني ان هو بيدي حريه لصلاح ان هو يتحرك في اي مكان، ويمكن ده بيعملها احيانا في ليفربول، لان صلاح مؤثر جدا في طبعا في الجانب الهجومي، زائد ان الفتره دي بدا يدفع ببعض العناصر، بدا يدي مجموعه لعيبه بسمات هجوميه اكتر. فاتمنى ان احنا يبقى الراجل يمشي على الشكل ده، وان كان برضه عشان اكون صريح معاك احنا ما قابلناش حد تقيل او ما لعبناش مباراه كبيره، لكن من خلال الشكل بتاعه لا حاطط عناصر كلها هجوميه، تريزيجيه، ورده، حاطط محمد صلاح وجنبهم يعني المجموعه اللي موجوده في الملعب، لا عندهم ومروان محسن طبعا، وكوكا رجع شارك في المباراه اللي فاتت، وكوكا دخل معاه، يعني ادى عناصر كتيره لان المنافس اداله يعني بتشوف ان تشكيله اقرب للطريقه الهجوميه، طريقته هجوميه اكتر مقارنه بالشكل الفتره اللي فاتت مع كوبر. لا هو هجومي اكتر من كوبر، ودي حاجه كويسه، واحنا المفروض نعمل كده، يعني المفروض منتخب مصر عنده النهارده مجموعه كبيره من اللعيبه المحترفين، معظم المميزين كمان في المنتخب او اصحاب القدرات الخاصه جدا في الهجوم مهاجمين، فانت النهارده لازم تكون ليك انت اللي عندك النواحي الهجوميه تكون عاليه جدا وتشتغل عليها. وانا شايف ان وان كان بس في مباراه اللي هي الاولى بتاعت سويسرلاند اللي هي لعب بثلاثه ديفندر، انا ما كنتش احب ان هو يلعب بثلاثه ديفندر مع فريق انت كسبان 4، ممكن يكون هو عايز يجرب حاجه، عايز يامن حاجه، لكن
اعتقد ان طريقه 4-2-3-1 بالنسبه لمنتخب مصر يعني هي الاميز وهي الافضل ليهم هجوميا، واحنا بقالنا فتره شغالين ان افضل شكل ثلاث لاعبي وسط مهاجم تحت راس الحرب. بالظبط كده. طب وانضمام مجموعه جديده من العناصر، عندنا علي غزال حتى لو شارك في فتره بعيده قبل كده لكن بدا يشارك بصفه اساسيه، باهر المحمدي، ومجموعه جديده من الاسماء بدات تدخل او تعود للمنتخب، يعني عندنا نجم عاد للمشاركه بقوه زي احمد المحمدي في الفتره اللي فاتت ما كانش موجود، ابتعاد لنجوم كبار زي احمد فتحي ولو كان لفتره مؤقته، يعني شايف ازاي التغييرات اللي بيعملها الجهاز الفني واجيري في المنتخب؟ بص هو في حاجات انا شايفها ان هي كويسه، يعني ان انت بتجيب عناصر جديده، باهر المحمدي طبعا لعيب كويس جدا وعمل عاجبني جدا ومش كويس، بتجرب علي غزال برضو، بتشوف امكانياته وقدراته مع الفريق في وسط الملعب. المحمدي مش غريب طبعا، المحمدي مش لعيب كبير وخبرات، ولكن انا شايف ان الجيل الجاي هيعتمد اكتر على الاجيال الاصغر شويه، لكن وجهة نظري الشخصيه ان احمد فتحي لا غنى عنه في منتخب مصر. احمد فتحي مازال هو رقم واحد في الجبهه اليمين في مصر، مفيش منافسه معاه شرسه، مفيش حد معاه داخل بقوه، فاعتقد ان في الاخر وليد سليمان لازم يكون في منتخب مصر في الفتره الجايه، لان وليد يعني شايف ان احمد فتحي ممكن يدخل في تحدي مع نفسه بتاريخه وخبراته الكبيره بصرف النظر عن عامل السن او انه بيتقدم في العمر كلاعب وان في عناصر بتنافسه قد تكون اصغر سنا، لكن شايف انه يمتلك القدرات للعوده للمنتخب. طبعا لازم يكون موجود، يعني المحمدي مش صغير، محمدي كبير. طبعا لكن ممكن تدخل عليهم عناصر جديده في الفتره الجايه، لكن احمد فتحي لا غنى عنه في منتخب مصر، ووليد سليمان لا غنى عنه في منتخب مصر. وليد سليمان بقى مطلب يعني جماهيري بالمستوى اللي هو ظاهر بيه في الفتره اللي فاتت، سنتين ثلاثه بيأدي بشكل اكتر من رائع والناس متعجبه من وجوده. انا احنا مدربين برضه بنتفرج، يعني خلي حته ان احنا اهلاويه وبنحب النادي الاهلي، لكن لا وليد سليمان لازم يكون في منتخب مصر، افضل لاعب في الدوري المصري حاليا وجهه نظري. يعني بصراحه لو كان وليد سليمان بالمستوى والاداء الرائع ده لسه في امبي الى اليوم كنت طالبت بعودته المنتخب. طبعا 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 انا بطالب باي لعيب يكون مميز في فرقته، وليد سليمان لعيب مميز، ووليد عنده خبرات، ووليد مؤثر جدا مع النادي الاهلي، معنى ان انت مؤثر مع النادي الاهلي فانت هتبقى رقم واحد في منتخب مصر. النادي الاهلي الترمومتر الحقيقي ليك لان انت تدي المنتخب مصر، احنا بنروح منتخب مصر كنا من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب مشاركات افريقيه وعالميه. في لغه الكوره فعلا اسمها لعيب مش محظوظ مع المنتخب، تلاقيه بيعمل كل حاجه وبيقدم كل حاجه مطلوبه في الكوره وتلاقي الاجهزه في المنتخب ما بتلتفتش اليه بما يستحق. احيانا شفتها في بعض المدربين بتحب نوعيه لعيبه معينه، او يعني بتقفل على مجموعه معينه، بتقفل على لعيبه معينه. صعب قوي يغير في بالظبط، ودي حصلت مع اجيال يعني بدون ذكر اسماء، يعني كان معاه مجموعه وقفل عليهم، وفي اجيال راحت بضمن الكلام ده، لكن في عناصر ما ينفعش ان هي ما تبقاش في المنتخب. وليد بمستواه ده طبعا، احمد فتحي وليد وليد طبعا رقم واحد، واحمد فتحي لازم يكون موجود. احمد فتحي لا عنصر طبعا، القوه والسرعه، يعني عنده الغل وعنده القدره وعنده جديه امكانياته طبعا، وبعدين بينقل الكلام ده لزمايله، وبعدين في المباريات الكبيره بتلاقي احمد فتحي اميز واحد في منتخب مصر. فاحنا مش بنقول كده عشان النادي الاهلي، لا اعتقد ان منتخب مصر هيراجع حساباته، ولما يخش مرحلة المباراة الكبيرة هتلاقي وليد موجود وهتلاقي أحمد فتحي موجود. نتمنى إن شاء الله، وكل العناصر المميزة وإضافات النادي الأهلي دايما ومشاركتهم بقوة أو إسهامهم بقوة مع المنتخب يكونوا دايما عامل مؤثر، وهم دائما أبدا القوام الأكبر أو الأكثر تأثيرا في صفوف الفرق الرياضية ومنتخباتنا الرياضية وفي مقدمتها منتخبنا الأول لكرة القدم. كابتن أحمد سعداء جدا بوجودك معنا النهاردة على شاشة قناة الأهلي، وبتسعدنا دايما بمشاركتك معنا. حبيبي يا أستاذ محمد، أنا سعيد إن أنا في قناتي طبعا قناة النادي الأهلي ومعاك، وأشكرك على اللقاء الجميل. أشكرك يا كابتن. أشكرك جزيلا. في نهاية هذا اللقاء بشكر ضيفنا العزيز نجم النادي الأهلي منتخب مصر سابقا الكابتن أحمد كشري. فقرتنا انتهت وبشكر حضراتكم على المتابعة، لكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي الليلة بعد الفاصل، هتستكمله من خلال حوارات متميزة وفقرات مميزة مع كل من أمير هشام وعمر ربيع ياسين. بعد الفاصل نجم النادي الأهلي سابقا عفروتو مع زميلي أمير هشام.